تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أورينت نيوز. هذه أبرز عناوينها. عشية انعقاد مفاوضات جنيف، وزراء خارجية 5 دول يناقشون الملف السوري في باريس. محمد علوش يؤكد أن المرحلة الانتقالية في سوريا ستبدأ بمجرد الإطاحة ببشار الأسد. جبهة النصرة تسيطر على مقرات الفرقة 13 في معرة النعمان، ودعوات شعبية للتهدئة.